ما تدخلنيش في تفاصيل لو سمحت. اتفضل اديني رئيسك المباشر. ايوه يا فندم. لا يا فندم انا مستاء جدا. يا فندم حضرتك عارف ان انا ضابط شرطه، يعني اهم حاجه عندي الاتقان والاخلاص في العمل. انا عايز حضرتك تتابع الموضوع ده بنفسك. اراجع مع حضرتك بعض التفاصيل. تمام تمام تمام. لا الرز شعريه يا فندم. تمام. الفرخه محمره زياده. تمام شكرا. شكرا. ليمون مع اصفر. شكرا شكرا. زهران عمر فندم اندهلي يا ابني البنت اللي عملت الحادثه والشاهد اللي معاها، وتابع لي موضوع الاكل. علم يا فندم. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عايزك تخافي، حقك هجيبهولك بالقانون وانا مسؤول بنفسي. ها احكي لي كده بالتفصيل ايه اللي حصل. حاضر يا فندم. حضرتك انا كنت نازله من الاوتوبيس مروحه على البيت، اصلا كان عندي عيد ميلاد. طبعا كل سنه وانت طيبه، واضح جدا يعني مش عايز التفاصيل قوي دي. ها حاضر. بس حضرتك نزلت من الاوتوبيس رحت على الكشك بتاع الراجل الطيب ده، قلت له عندك لمبضه؟ قال لي ما عنديش غير لمبضه بالكريمه، وانا ما بحبهاش بالكريمه، اصل حضرتك عارف انها بتحمي على الصدر. انت ما جربتيش اللي بالفراوله؟ جميله جدا يعني، خشي في الموضوع. حاضر يا فندم. قلت له بلاش لمبضه، عندك معمول؟ قال لي عندي معمول. قلت له بكام المعمول؟ قال لي بجنيه 75. قلت له ليه؟ ده في كل حته بجنيه ونص. ثواني. الكلام ده حصل؟ حصل يا باشا. ايه 75؟ ما هو بجنيه ونص في كل حته. مش هعمل كده تاني. ده ربع جنيه ده ايه؟ خلاص حضرتك انا مسامحاه. كملي. حضرتك انا اديته 2 جنيه، قال لي ما عنديش فك، لازم تاخدي حاجه بربع. قلت له طب عندك توفي؟ قال لي ما عنديش توفي. ما عندكش توفي ليه؟ معلش يا باشا. ما عندكش توفي ليه؟ مش خش. ما عنديش توفي عشان الشركه ما بتنزلش توفي. اديني اسم الشركه دي. معلش يا حاج. خلاص يا فندم فكك من التوفي وركز معايا يا فندم، معلش. احكي لي بقى خبطتك ازاي؟ كده يا فندم، بيو كده بالظبط. دي اكتبها ولا ارسمها ولا ايه؟ بلاش خبطتك ازاي؟ خبطتك امتى؟ ما حضرتك ما بصيتش في الساعه، ساعتها ما كنتش فاضيه، كنت بعمل حادثه. اوه خبطتك وانت بتعملي ايه؟ وانا بديله الربع جنيه، ما انا بقول لحضرتك انا دخلت ايدي كده بقى عشان ادور على الربع جنيه، فضلت كتير بقى لغايه ما في الاخر اديته ربع جنيه وهو قال بس ايه الهبل ده؟ يا زهران عمر يا فندم اندهلي يا ابن الست اللي بره. وسعي كده؟ ايه وسعي كده؟ انا واقفه في بيتكو. ايه ده؟ خير؟ خير ايه؟ حضرتك اللي عايزني. قومي اقفي. How dare you؟ I'm fine thank you. قومي اقفي. حضرتك كلمينا بالعربي، انت جايه هنا متهمه مش جايه كورس. ربنا يكرمك يا باشا ويعلي مراتبك. على فكره انا وقفت بس عشان بحترم بلدي وبحترم القانون. احكي لنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاجه دي كانت واقفه في نص الشارع وخبطت لي عربيتي. مش انا اللي خبطتك، انت اللي خبطتيني. انا كنت واقفه عند اسكتي خالص، انا بكلم الضابط مش بكلمك انت. ماشي والضابط ده هو اللي هيجيب لي حقي وينصرني باذن الله. اكيد مش هتكدبني وتصدق دي يعني، كوم اون. اكيد هصدقها هي لانها معاها شاهد. الاستاذه دي كلامها هو كله صح، والهرم دي هي اللي ضربت الكشك بتاعي وخبطتها بالعربيه. انت تكرس خالص. معلش بس قبل ما تكمل التحقيق بتاعك، انت تعرف انت بتتكلم مع مين؟ انا عارف انا بتكلم مع مين، بس اللي انا عايز افهمهولك يا فندم ان هنا ما عندناش لا خيار ولا فقوس. انا عارفه الخيار، بس ايه فقوس؟ يعني هنا قدام القانون الكل سواسيه، واللي ليه حق انا هجيبهوله من عين التخين. الو اهو قاعد قدامي، كلم بابي. مش هكلم بابي انا. ها ولو بابي ده مدير الامن مش هكلمه برضه. مش عايز يتكلم. اوكي باي. طبعا مش عايز اتكلم. عارفه ليه مش عايز اتكلم؟ لان البلد دي اتغيرت خلاص. كفايانا بقى، انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ عشان معاكوا شويه فلوس وشويه سلطه هتمشوا تدوسوا على خلق الله من غير ما حد يحاسبكوا؟ ايوه يا فندم تمام. ليه عايشين في غابه يا زهران؟ عمر يا فندم خدها يا ابني على الحجز. ربنا ينصرك زي ما نصرتني يا رب. مش دي يا ابني البرتقانه؟ لا حضرتك ما ينفعش كده، ده ظلم. حضرتك انا حياتي بره صحابيه، ما ينفعش تعمل كده. حرام عليكم. طيب روح الحجز انت لوحدك. اتفضل. ظلم يا باشا. على الحجز اتفضل. ظلم يا باشا.
اتفضلي يا فندم اقعدي. ده الفقوس بقى. انا بريئه والله هي اللي خبطتني بالعربيه. هي كل واحده تيجي هنا تقول لي الجملتين دول. يا عم حرام عليك، ايه ده؟ انت هتدخلني فين يا عم؟ يا عم انا مش عارف ادخل كده، هتحشني يا عم. اتحشني. قال لك البسيها يعني؟ محمد ايدك معايا والنبي. محمد بقول لك ايه؟ احنا عايزين نغفلها انهم قلبينها على سيفا ونزل براش الاول ومش قلبين على جوه على جوه. ماشي. لا استنى بس يا عم، يا عم يا عم انت ما تدخلنيش يا عم. ايه اللي على سيفا ومش قلبها ده يا عم؟ خلاص بقى انت ما قدامكيش غير حل واحد، تقلعي البتاع ده عشان تدخلي جوه. لا 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 ابوس ايدك ابوس ايدك، انا لابسه برتقانة على اللحم. طيب بقول لك ايه؟ يعني انت حاولي بقى ايه تيجي على نفسك شويه كده وتضغطي لغايه ما تخشي. طب والنبي بالراحه. شريهات خالتي خالتي بنتي يا شريهات خالتي عامله ايه؟ يا حاجه ما ينفعش تقفي تكلميها كده. يو يا اخويا دول كلمتين بس. استنى بس، دي تعليمات الباشا المأمور برضه. وانت طب وماله التعليمات اوام؟ خد يا اخويا عفو. لا 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 انا ما بشربش غير اجنبي. اعملي حسابك ان المره الجايه اكون اجنبي بس ما تطوليش معاها قوي. ان شاء الله المره الجايه. ايه يا بت ما تمسكي نفسك شويه، اجمدي كده. مش قادره يا خالتي، مش قادره هموت وادخل الحمام ومش عارفه حتى اقعد من البتاعه دي. سيكي نفسك بس شويه دلوقتي وبلاش تقعدي، خليكي واقفه لحد ما اشوف الضابط ده سكته ايه. لو سمحت بكتب البيل مامور فين. ايه ده؟ استاذ عبد الله. ايوه. اوبا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله. انت مش فاكرني ولا ايه؟ سامحيني الحقيقه لا. انا صباح. صباح بتاعت المقطم؟ مقطم ايه يا استاذ عبد الله؟ انا صباح اخت شاديه مرات عبد الحليم. هي شاديه اتجوزت عبد الحليم؟ اه صح، في معبود الجماهير. معبود الجماهير ايه بس يا استاذ عبد الله؟ ما تفوق يا اخويا معايا. عبد الحليم اخوك. عبد الحليم اخويا. ست صباح ازيك؟ طبعا لك حق ما تفتكرنيش، ما انت بقالك زمن ما بتسالش، حتى ازيك مستخسرها مستخسرها ما بتقولهاش. لا ده كده مش صباح بقى، ده كده جورج وسوف. ها اللي احنا نهارنا ابيض ولا حاجه. ان شاء الله. يو نسيت البيت. شريهان سلمي على عمك يا شريهان. ازيك يا عم؟ ازيك يا شريهان؟ شريهان بنت عبد الحليم اخويا. يا كبرت واتدورت ما شاء الله. فين كانت لموناي صغننه كده؟ ايه يا شريهان؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم يا عمي انا مظلومه، في واحده زباله خبطتني بعربيتها وبدل ما يرموها هي في الحجز رموني انا في الحجز وهي قاعده فوق حاطه رجلي على رجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني منهم راكبين عربيات يا استاذ عبد الله؟ طبعا، ما تلاقي ابوها تاجر مخدرات ولا رجل اعمال من اللي بيدفعوا رشوه قد كده. المهم انت كنت جاي الاسم تعمل ايه يا استاذ عبد الله؟ لا ما هو غالبا انا تاجر مخدرات ابو الزباله الواطيه اللي حاطه رجل على رجل فوق، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم الموضوع بسيط بإذن الله، ثم إحنا عيلة واحدة، ثم شريهان ونيلي بنات عم. يا فندم أنا المعلومات اللي عندي إن نيلي بنت عم لبلبة. لا ما أقصدش كده. لا يا فندم، نيلي بنتي أنا وشريهان بنت عبد الحليم وشادية. عبد الحليم وشادية إيه يا فندم؟ شريهان يا فندم أخت عمر خرشد. يا فندم مش القصد. أنا فاهم حضرتك ببساطة. أخويا عبد الحليم. حضرتك أخو عبد الحليم؟ حضرتك مش شبهه خالص. لا مش عبد الحليم اللي في دماغ حضرتك، عبد الحليم اخويا الله يرحمه اتجوز شاديه خلفه شريهان. خلاص. ونيلي بنتي انا. وانا عبد الله. حضرتك بقى اكيد عبد الله مشرف. او فرغلي. هو ستك اسمك ايه؟ انا تيسير فهمي. كمل. الحقيقه عبد الحليم اخويا ما كانش شقيق يعني. والدي الله يرحمه لما توفى زي ما تقول صلة الرحم ما كانتش قد كده يعني، العلاقات خفت ما بيننا يعني، فتقريبا البنات ما شافوش بعض من ما شافوش بعض خالص. الحقيقة دي غلطتنا احنا الكبار للأسف يا فندم، يفعلها الآباء ويقع فيها الأبناء.
نعم أؤمر. احنا كده مضطرين نعمل صلح، بس الأنسة شريهان ما كانتش عايزة تتصالح. لا ازاي مش موافقة؟ مش موافقة ازاي شريهان؟ يعني هترضي انك تحبسي بنت عمك؟ بص يا شريهان، انا هقولك ثلاث حاجات. الدم عمره ما يبقى مية، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وديل الكلب عمره ما بيتعدل. حضرتك نسيت واحدة، ان الحرام عمره ما بيدوم. ده ملوش اي علاقة بموضوعنا يا فندم. يا فندم بجملة عمره. خلاص تمام يا حضرة الظابط، بس بوس ايدك خلينا اروح عشان اقلع البرتقانة دي. طيب يبقى حصل خير. نيلي قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. نيلي تكلمني بابي؟ اه يا حبيبتي. قومي بوسي شريهان وسلمي عليها. شريهان مين؟ بنت عمك. مين دي اللي بنت عمي؟ يا فندم للأسف هما مش هيقدروا يفهموا دلوقتي. حضرتك تقدر تاخد العائلة الفنية بتاعتك وانا هقفل المحضر بمعرفتي. نيلي وبعدين؟ لا نعيده هنزيده؟ الله No way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهان وكمان تطلع برتقانة. انا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. No way بنت عمي انا تبقى الجربوعة دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي، انا سكتلك من الصبح. استني انت جرائية يا استاذ عبدال، يعني ده جزتنا يا اخويا ان احنا اتنازلنا؟ هي ما تقصدش. على فكرة انا اقصد واقصد قوي. ومين اصلا الست البيئة دي؟ لا 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 جرائية بقى. وبعدين يا استاذ عبد الله ما تعمل كنترول شويه يا اخوي. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خاله شريهان واخت شاديه مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفه؟ هاو مش عارفه لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسيه. بقولك ايه يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين تفتكرك، وكفايه قوي لحد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت هتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطه يروحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احسن البتاع دي هرشتني جامد. لا يا اختي انا هاخد لك تمنيه مخصوصه هدفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعه انا هوصلكم. بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقوله خالتي ازاي؟ انجوي ات، انا ماشيه مع نفسي. هي على طول يا اخويا مخنوقه كده اهي. هي دي؟ طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه عايزينها؟ عايزينها ده هي روح النونه. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هديه؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهديه برضه؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شويه ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربيه دي تحل لنا الازمه. مزنوقين؟ اه. كان بحس ان انتوا مزنوقين بقى، انتوا بتعدوا عليا اول كل شهر اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تطفحوها. ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا الا لما ناخد العربيه دي؟ لا هتخرجوا من هنا ومن غير العربيه دي، وهتخرجوا بالذوق احسن ما اجيب الامن يهزقكم ويبهدلكم، مفهوم؟ وهتدفعوا ثمن المخيط اللي انتوا شربتوه. ها على فكره انت اللي عزمت علينا يعني. استني عشان بيقول لك هندفع المخيطه. معاكي فلوس يا نيلي؟ لا طبعا. انت معاكي؟ اكيد لا، ما كنتش سالتك. طب نشوف سيف، اكيد معايا. اكيد سيف. بيعمل ايه ده؟ هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده؟ انت لسه بتقولي عليه انكل؟ ده راجل ما عندوش ضمير. ايه ده؟ نعيم نعيم يا نعيم يا نعيم، وحشتني يا نعيم. سوري هيز درونك، هاف ا نايس داي. انت بتكلمي انجليزي ليه؟ ده نعيم. اسكت بقى كفايه فضايح، خليك ماشي ورانا هنا. طب تفتكري العربيه دي هيطلع فيها الفلوس فعلا؟ لا طبعا، ما كانوا لقوها من زمان، اكيد عدد تاني. ايه؟ لا عدد تاني لا، انا مش قادره على الفرهده دي بقى بجد. بس يا حبيبي بقول لك ايه يا شريهان، ما تيجي نفكنا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضي لنا يومين في الجونه وخلاص. وبابي بقى هارد لك، هو حظه كده. هنعمل ايه؟ انت هبله يا بنت، انت
جنة ايه؟ حرام عليكي بقى، قولي لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده عشان خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه؟ 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 انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ مفيش اصلا. بس بقى ايه يا ابي هاني اللي انت عامله ده يالا؟ انت فاكر نفسك بتنشط السياحه يا روح خالتك؟ سياحه ايه؟ دول زمايلي في المعهد، وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفه. قولي لها يا سماح. يا جماعه عمالكم قافشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعه، ده الست قريبتكم دي طلعت جامده. بس قريبتنا مين دي؟ ايه واو خالته صباح. نهار اسود يا خالتي، انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوة في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا بنفرجها الشعب المرجانية. ماما ميمي لو سمحتي اقعدي حبيبتي. حاضر حاضر هركبك باراسيلينج تاني. هي ايه يا اختي المزيكا المسخه اللي حاطينها دي؟ شيش انت بقى ومزاجك عنب، ومش همك المصيبه اللي انت دبستينا فيها. مصيبه ايه يا اختي اللي انا دبستك فيها؟ التسليمه السودا اللي سلمتيها لنا للي اسمه ضاحي ده. انا يا اختي ما سلمتش حد وما اعرفش حاجه. الراجل جالي وقال لي ان هو صاحب وسالني راحوا فين. قلت له يا اخويا راحوا الغردقه. قال لي طب انا رايح له. قلت له طب والنبي يا اخويا عشان خاطري تاخدني معاه. خدني معاه. مش انتوا اللي سبتوني وتلمتوا على بعض وما رضيتوش تاخدوني؟ قال ايه مفيش مكان في العربيه، اديني جيت لكم على قلبكم اهو. انت عارفه الراجل اللي انت جبتيه لنا ده مين؟ هيكون مين يعني؟ الزفت المساعد بتاع عم دهب اللي احنا مصدقنا ان احنا خلصنا منه. تخلصوا من مين يا حلوة؟ اوعوا تتخيلوا انكم تقدروا تخلصوا مننا. اي حاجة بتعملوها بتبقى تحت عينينا، فما تفكروش انكم تقدروا تزوغوا مننا عشان ده مش هيحصل خالص. لا خالص، نزوغ ايه؟ احنا اصلا جايين لغردقة عشان انا اخد تان. وانا كمان حتى I got sun kissed. مش حاسس؟ انا كمان مش حاسس. وبعدين كمان عشان ندور على الكنز واحنا فريش. وكنت رايحين لمحفوظ عشان تبقوا فريش برضو. اسكت، ده عندهم بقى كريمة البراولي دي تحفة. بص مزلزة كده. ده انا بحب الزليطة اوي. تاخد امسك يا مزلز انت. بقول لك ايه يا اختي، انا ماليش خلق، انا جاي عشان اصيف وانبسط واشم هوا واشم النسيم كمان معاه. عن اذنكم بقى. براحتك يا بهدوره براحتك. انا رايح اخويا اقعد مع الشباب. بقول لكم ايه، انا مش جاي النهارده، احنا ورانا شغل. ليكوا ايه عند محفوظ؟ لقينا عند محفوظ العربيه اللي كانت في اللغز. حلو، ولقيتوا فيها حاجه؟ ما عرفناش نوصل لها، متعلقه في حته عاليه في المطعم. احيه، وهنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنروح بالليل هيكون زحمه ودوشه وكده، فهنتسبسب في وسط. هنتسبسب ايه؟ نتسبسب ايه؟ ما هنتسرسب. اوكي whatever، هنتسرسب في وسط الناس ونوصل لها. طب لو اتقفشنا؟ لا لا لا، ما تقلقوش من الحكايه دي، حتى لو اتقفشتم هخرجكم منها زي الشعر من العجينه. فوتكم بعافيه. بس اوعوا تفتكروا انكم تقدروا تغيبوا عن عينينا. ها؟ هجيبكم هجيبكم. جاب لي نيجاتيف انرجي. الهي يا رب يشبك في هلب كده من سقف حلق ويخليه يشنج ويموت ونخلص. Just a cat and mouse game, always starts
the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, like in the loving. It was us against the world and now we just fucking. It's like I love you. صباح. عيني خالت صباح. انت عامله زي الجبنه الاسطنبولي. كل ما تقدم بتقولي. القديمه دي تبقى امك يا رحم. حلوه خالته. اوعي واد مساحك انت من وش. بقول لك ايه يا حلو انت؟ مفيش يا اخويا كده مزيكا تفرفش شويه وترقص بدل الغم اللي احنا سامعينه ده. سوري يا صباح ما اسمعش غير اجنبي بس. يا سبوح عايزه يا مورين عايزه تسمعي ايه؟ عايزه يا اخويا حاجه ترقص كده وتفرفشنا شويه. عايزه حاجه ترقص. والباشا عايز ايه؟ اجنبي. اجنبي. عم سيف عايز ايه؟ عايز تاني. عايز تاني. تمام. يبقى احنا دلوقتي نمسك العصايه من النص علشان نرضي جميع الاطراف اللي بتقرمش. يبقى لحد الله يسمعكم يا مكي. امسك العصايه من النص. Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a taste, girl. Patty, 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 with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. المركب يا حامد ما بيعرفش يعوم. جاي لك يا سيف. استنى يا هاني ما انت ما بتعرفش تعوم. ايوه ايه يخزك ايه ما بتعرفش تعوم يخبيتك. هم اللي تبقى بيعرفوش يعوموا. استنوا بقى انا مواقفة يا حاج. ايه ده عوش عوم. استنى يا حاج سيبوه الغرفة داهية. ايوه 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 ده مش مهم مش مهم عادي سيبوه. اطلع يا هاني يا هاني اطلع. هما العيال دول مجانين ولا ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ لا بلاش انت مصر عايزاك استنى. يا لهوي انا مو انا ايه بردو يا ابني ايه ده؟ يا ابني انت منو؟ الحمد لله. استنى الحمد لله. يا رب يا نهار اسود سيبتوني لوحدي في الميه؟ بس ده ما بيغلبش ابدا. انا هتصرف. هتصرف هتصرف. ايه المنظر اللي انا شايفاه ده؟ انت جبتي الشيشه دي منين؟ هو انت ليه مصره تفضحيني وتعريني قدام الناس؟ مالك يا شملوله مستعريه من الشيشه ليه؟ دي الشيشه يا اختي حتى بقت عالميه كل العالم بيشايش زيها زي الشاي. مش شايفه الروسيات اللي هناك دول الامامير دول بيشيش وكابتن ميدو كمان بيشايش وكيم كارديشيان بتشيش. انا شفتها بعيني وبتشرب سلون كمان. مش مصدقه التخلف اللي انت بتقوليه.
انت عارفه انت ناقصك ايه يا صباح وتكملي الفضيحه؟ ايه يا روح؟ ناقصك مفرش وحله محشي. اخسى عليكي، وزي حاجه تفوتني جبتها طبعا، بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوك، اصلها ما تتاكلش بارده ابدا. اشيل لك صباعين؟ صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيكي حاجات كويسه، من فضلك ما تلغيهاش بقى بليز. النهارده ما تتكلميش معايا خالص. اوكي اوكي، بس بقول لك ايه يا اختي، والنبي وانت رايحه كده بيقولوا الواد بتاع الشيشه يجي لي عشان عايزاه يسلك لي الرفاص. عيب اللي انت بتقوليه ده، انت بتقولي ايه؟ جهله، هو انت فاهمه حاجه؟ هو انت تعرفي انت الشيشه دي ايه؟ شريهان ملك قاعده متضايقه كده، اكيد مكسوفه من خالتك والحاجات اللي بتعملها. بقول لك ايه يا نيلي، فكك مني عشان انا متضايقه بجد، وممكن اديكي من البوكس عادي. ليه مالك؟ احنا قاعدين على البحر، المفروض تبقي مبسوطه. انت اصلا اول مره تشوفي بحر عجاز صح؟ بلا بحر بلا زفت بقى، ادي اهو اتفضلي، ده اللي خدناه من البحر. اوكي بصي شريهان، هو عنده حق بصراحه. عنده حق ليه بقى؟ ان شاء الله هم احسن مني في ايدي، حتى مسلوعين وقد كده. لا يا شريهان ام سوري، اكيد مش هتدخلي في مقارنه مع دول، عشان لو دخلتي في مقارنه هتبقي خسرانه. خسرانه ليه ان شاء الله؟ عشان دول بنات. بنات؟ امال انا ايه يعني، سوزوكي تمنيه؟ لا حبيبتي، يور بيوتيفل اي نو، بس انتي عندك سم ايشوز كده. بقولك ايه يا نيلي، بلا سم ايشو ولا بتاع بقى، اسكتي عشان انا ممكن اديكي في وشك. شريهان I'm your cousin، فلازم ابقى دايركت معاكي. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا من بكاني وضحك عليا. ايه اللي انتي بتقوليه؟ ما الاثنين واحد، ضحك عليا دول اثنين حاجه واحده. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا بكاني وقفل عليا. يعني انتي بتقولي اي كلام، خلاص اسكتي. انا فاهمه انتي تقصدي ايه، انا عارفه ان انا يعني شكلي مبهدل ومش مهتميه بنفسي، بس والله غصب عني يا نيلي، اعمل ايه مش بايدي. لا مش غصب عنك، اهتمي بنفسك شويه. امتى بس يا نيلي؟ ده انا كنت بصحى من النوم انزل على الشغل، ومن شغلانه لشغلانه، وبرجع اخر الليل مهدوده وتعبانه لغايه ما اتعودت على كده. وبعدين يا نيلي انا معيش ولا فلوس ولا وقت عشان اشيك واجيب لبس واحط مكياج زيك كده. انا عارفه حبيبتي ان انت يور فيري بيزي وعندك من شغلانه لشغلانه، وكل ده حاجه كويسه، بس معقوله يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعه واحده حتى تروحي سبا؟ سبا؟ ايه السبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابه يا نيلي، سبا ايه ده؟ مش حاجه حرام على فكره، كل البنات بتروح، قصدي يعني ان انت تروحي تقعدي في جاكوزي في ساونا تعملي مراكن باث. اه طب ما عادي، ما انا كل عيد اضحى بروح حمام التلات اتكيس واتكبس وبطلع منه ورده مزنهره. مره واحده بس في السنه بتروحي عشان تطلعي ورده مصنفره؟ صنفره ايه؟ بقولك مزنهره زي الفلاور كده. اوكي طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيلي؟ هو انا لاقيه الشطف؟ وبعدين انت عارفه الكوافير ده ممكن ياخد مني كام؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحه تعملي شعرك في بنزينه؟ بنزينه؟ انت هتقعدي تتريقي في بنزينه يا نيلي؟ انا مخنوقه بجد وتعبانه. شريهان دي حجج هبله قوي. It has nothing to do with الفلوس. البنت لما بتكون عايزه تبقى حلوه بتبقى حلوه. طب ممكن اعرف ازاي حلوه دي؟ مبدئيا شيلي القبعه اللي على دماغك دي، والباقي بقى هوريهولك قدام مرايه، مش هعملك ميك اوفر في البحر يعني. بجد يا نيلي يعني ممكن تخليني شكلي كده يبقى حلو زي كده، او مثلا تخليني ستايل وفاء عامر؟ زي انا كوين ان نو واي، بس ممكن اخليكي تكوني زي وفاء عامر او ايتن. حلو حلو، ايتن برضو بطايه كده. ماشي اوكي، ام سو اكسايتد. جرقنا ايه؟ لفة كمان، يلا تعال انزل. لا لفة كمان. لا حلو قوي كده. يلا يا ابني شوف صاحبك فين؟ ايه يا ابني ده منعمك فوق كده؟ يا سيف حد يا ابني نام فوق العربية؟ انزل انزل يا ابني. معلش اصل انا كنت مدروخ وفي مراجيح في دماغي
وتتمرجح كده و... القرف اللي انت عملته ده؟ قرف ايه يا عم؟ في ايه يا عم انت متضايق كده ليه؟ متضايق عشان العربية. ايه يا عم وانا كنت عملت فيها حمام؟ لا رجعت فيها. خلاص معلش امسحها فيا انا، مش القذارة اللي عملها الموقف يعني. انا معرفش انت متعصب على ايه؟ دي عربية نص نقل. ايوه بس عزمها شديد برضو يا سيد. نص نقل ايه يا هايف انت وهو؟ انتوا عارفين العربية دي بكام؟ معلش بقى ما تخلوش يفصلك، احنا كنا مفرفشين. ايه العربية دي؟ انت بتوزع بيها جبنة؟ ايه يا واد يا سيد؟ ما تبقاش كلح كده، قول للراجل كلمتين حلوين. وانت يا اخويا اهدى شويه كده، ده انت حلو كده اهدى شويه. هو ايه يا جماعه اللي حصل فيه ايه؟ تعالى يا نيلي شوف اللي انت جايباه ده، رجع في عربيتي. وانت عارفه انا بحب العربيه قد ايه. لا ومتضايق قوي ان انا زعلان، وانا ما اعرفوش اصلا. وانا اصلا ما اعرفكش، وما شرفنيش ان انا اعرفك. ولا انا شرفني اعرف واحد لوزر زيك بشكلك ده. يا جماعه استهدوا بالله، ده شيطان ودخل بينكم. ما هو طبعا طبيعي ان الشيطان يبقى قاعد معانا في وسط الخمره والنسوان دي عادي. اسم الله على شكلك انت يا حبيبي. ماله بقى شكلي؟ شكلك حلو وجميل وعضلات وحاجه تقرف، وعندك شركه ومعاك فلوس. الرجوله مش بالحاجات دي كلها يا حبيبي. امال بايه؟ ايه يا عمنا ده انت ابو المفهوميه وعارف الرجوله بايه؟ مش بالقذارة اللي في دماغك دي. ماتش حاجة بالعلم اللي قدامك ده وبلا فخر حاصل على الثانوية العامة بمجموع 103.5%، 2 بكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، حاصل على الزمالة من جامعة السربون كامبريدج وجامعة المنوفية، ده غير ان انا حاصل على الحزام الاخضر في الكاراتيه، وحاصل على لقب بول بول طليعة الكشافة البحرية. احنا قراصنه البحار، احنا ملوك الكشف النار. والنار بتقيد على سقف ايد بحريه بحريه بحريه. ولا يفرق بالنسبه لي الهبل اللي انت عملته ده. بعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي قميص كارو، جايب بنطلون قص وعامله شورت وشراب. ايه باش كاتب البحر؟ كاتب البحر. طيب اعالي اوعى تخرب بيتك يا مجنون. يا ابن الجزمة. لا 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 فارمل يا نجم، الراجل ده تابع، واللي يغلط فيه يبقى بيغلط فيا. انت هتذكر علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ اطلعوا برا. نطلع برا فين؟ ده شاطئ وكان شاطئ ابوك. يا مش هتطلعوا برا؟ انا هوريكم. لا لا انت هتهددها يا بنتي، ورايا كده انا اللي هحميكم. هيرجعني لايام الشقاوه تاني. لو قربت من هنا هتتقطع كده 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 الجزل وكرا اهو. بتعملي ايه؟ ده خطيبي، دي اخرة النجاسة يا ابني الصرمة. اه 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 يا يما خلاص.